السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. من أمام أعيل الحياة بالقرب من مركز مدينة الصخيرات، بزاف ديال الناس كيسولوا على الرحبة في الصخيرات فين جات. فالرحبة ديال الصخيرات الإخوان كما كتشوفوا معنا هنا في اليسر ديالي، هنا في اليمن عفوا، هنا في اليسر الريضال، وفي اليمن عندنا القرد الفلاحي، وعندنا البنك الشعبي في اليمن ديالنا، ومباشرة كنغيروا المسار على اليسار. ملي كندورو على اليسار ديالنا كنلقاو طريق عاوتاني على اليمن، وفين كنلقاو الرحبة كما كتشوفوا معنا. هذه الطريق الموازية لشارع الحسن الثاني بالقرب من البنك الخاص بالقرد الفلاحي، كذلك البنك الشعبي. هنا في هذه النقطة غادي يكون عندنا أضحية العيد إن شاء الله، غيكون عندنا الأضاحي هنايا، فالله يسخر الأمور للجميع. فالتحضيرات متواصلة، التحضيرات على قدم وساق، الله يسخر الأمور ونتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. فكما كتشوفوا معنا متشبعينا الكرام، فالرحبة جات في الطريق الموازية لشارع الحسن الثاني، النقطة اللي جات معروفة هنا. فكنشوفوا هنايا تبارك الله كنشوفوا أمور اللي هي مضبوطة هنايا، تنظيم محكم، كنشوفوا الرحبة هنا دايرة بالشبيك من جناب، يعني الأمور غادي تكون مزيانة. فأنا رسالة يعني للكسابة والإخوان اللي غادي يبيعوا الأضحية العيد، كنقول لهم مرحبا بكم في الرحبة ديال الصخيرات. وكنهضروا على مدينة الصخيرات، راه بحال كنهضروا على مدينة تمارة في نفس الوقت، بحكم أنه الكثافة السكانية اللي التحقت مؤخرا يعني بمدينة الصخيرات. هذه رسالة للناس ديال ميموزة، الباساتين، الريف، الرياحين، راه الرحبة جات حتى لحداكم، مرحبا بكم. أكيد كاين مفاجآت الإخوان إن شاء الله، نتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. كما كنشوفوا هنايا الامور الحمد لله اكثر تنظيم، كنشوفوا هنايا القناه كلهم مقادين، الامور منظمه. بالنسبه للرحبه الناس اللي كيسولوا على المكان بالضبط، فهي جات بالقرب من النقطه ديال ريضال، القرد الفلاحي، البنك الشعبي. غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله غادي تكون امور اللي هي مهمة، غادي تبدا تلتحق ان شاء الله الأضحية العيد ان شاء الله بالرحبة. عندنا المقبرة هنا كذلك اللي جات في الجنابات، عندنا كافي فريتا، يعني كنظن البلاصة راه باينة الإخوان. عندنا الأمور هنايا، غادي نعطيكم واحد الصورة ان شاء الله من الواجهة باش تشوفوا الأمور عن كتب. فكنتمناهم الله الخير والتيسير للجميع، وغادي نخرج بكم ان شاء الله بالفيديو، ونحاولوا نصوروا لكم كل كبيرة وصغيرة، ونقربكم للأثمنة ان شاء الله، ونتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. الرحبة بمدينة الصخيرات، الرحبة بمدينة الصخيرات وفين جات. فكما قلت لكم الإخوان، خرجنا في هذه اللحظات من الرحبة، هنا في اليسر ديالنا شارع الحسن الثاني، هنا الطريق اللي غدينا جاي طريضال، ها انتم البنك الشعبي، القرد الفلاحي هنايا، والرحبة هنا. فكنقول لكم مرحبا بكم، والله يسخر الأمور للجميع. الموقع اللي جات فيه الرحبة الإخوان فهو موقع قريب للناس، جا قريب للطريق، يعني ما كاينش مشكل في الترونسبور. وهذا غادي نهبطوا معكم الطريق الوطني رقم واحد شارع الحسن الثاني، انتوما القرد الفلاحي، البنك الشعبي. وفي اليسار ديالنا، وفي اليسار ديالنا كاينه الرحبة، الرحبة الإخوان. نضرب لكم هذه ان شاء الله في قادم الفيديوهات مع الرحبة عامرة ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.